انا جيت. هنعمل دلوقتي الوصفه الثانيه، سبريد الشوكولاته في الخلاط. وصفه ظريفه جدا، انا على طول ببقى عاملاها وحطها في برطمان كده ولا في طبق ولا اي حاجه في الثلاجه، ما بسيبهاش بره الثلاجه حتى في الشتاء. ايه الولاد عايزين شوكولاته يا ماما؟ اهو نفتح ونطلع عيش ونعمل مسحه كده، مع انه والله على ايامنا فاكرين يا جماعه كنا بنعمل ايه؟ كان الرغيف البلدي. والله بقعد اقول للعيال ولادي كده يعني بيبصوا لي اللي هو طب خلاص شكرا. الرغيف البلدي نقمره على النار، وبعدين اخد حته سمنه كده من العلبه وافرد معلقه السمنه كده في نص الرغيف المقمر ده وارش سكر، يا سلام، وابقى انا كده مبسوطه وكلت حاجه حلوه. ويا طبعا الكلام ده ولا الهوا ولا حد بيسمعه. عايزين شوكولاته، ما نعمل لهم شوكولاته. بصوا معايا كوبايه سكر، كوبايه سكر حبيبات عادي او كوبايه سكر بودره، الاثنين ينفعوا زي ما انت عايزه. ومعايا كوبايه لبن. اهم حاجه بس ان نفس الكوبايه اللي انا هعير بيها اللبن هي نفس الكوبايه اللي انا هعير بيها السكر عشان المقادير معاكي تبقى مظبوطه. ومعانا 4 معالق كبار من الكاكاو الخام، اي نوع كاكاو حلو ظريف كده يكون خام. ومعانا رشه قهوه، ودي اختياري يعني هتديكي كده طعم قهوه كده خفيف قوي اللي هي القهوه سريعه الذوبان، لو مش عايزه تحطي يبقى احسن وما تحطيش. تمام. معانا فانيليا وكوبايه زيت من نفس برضو الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها السكر واللبن. فانا هاخد كوبايه اللبن الحليب اهو هحطها في الخلاط، وكوبايه السكر زي ما اتفقنا سكر ابيض عادي او سكر بودره، ومعانا الفانيليا رشه فانيليا كده، ومعانا كاكاو، كاكاو خام، نحط بقى كده شوية حلوين يعني نحطهم كلهم بقى اللي هما ايه 4 معالق كده كبار حلوين من الكاكاو الخام، وهدي كده رشة ملح خفيفة، هضرب الكلام ده، وبعد كده هقوم ضايفة عليه كوباية زيت من نفس الكوباية اللي أنا عيرت بيها المكونات. اهو خلاص خلاص، سوري سوري، اهو بسم الله الرحمن الرحيم اهو. يتقل بعد الزيت، احنا ايه نقلبه، نصه تقله، تقل الشوكولاته اهو. الزيت بيديها لمعه وبيتقل القوام، مش اي حاجه تانية هتقل القوام ولا حاجه، هو الزيت. ولما تلاقي الخلاط كده مكلكع معاكي ده معناه ان هو ايه محتاج يتقلب عشان الحاجات توصل كويس. هديها اخر ضربه بس كده، ونقوم حاطينها على طول مع بعض في اي بوله، في اي برطمان، في اي حاجه، طعمها تحفه، هتنبسطوا منها قوي. يلا بسم الله. ماشي اهو، معلش سوري، التكه هي اللي مودياني في داهيه، سوري. بس خلاص شكرا، واسفه جدا على الازعاج، لا مؤاخذه. الله على الشوكولاته الاسبريد، والله خطيره. نعملها في البيت، قوامها تحفة، هوريها لكم حالا هنا اهو.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بص القوام، اللمعة خطيرة اهو، ونشيلها في التلاجة تتفرد بقى في سندويتش، في توست، في اي حاجة بقى براحتك. احلى شوكولاتة سبريد هتجربوها، خطيرة. تحط لها كده ستريتش، او لو العلبة مثلا ليها غطا ودخليها في التلاجة بالمعلقة كده، يفردوا على توست محمص او عفينو براحتكم بقى. وبالهنا والشفا مع موز مع فراولة، خطيرة. يا رب تكون الحلقة النهاردة عجبتكم. عملنا اول وصفة مع بعض، المخبوزات بحشو الجبنة، وحطينا مع العجينة زعتر. المخبوزات دي ما حطينا لهاش خميرة، حطينا لها بيكنج باودر، فبتخلص بسرعة، ما بتحتاجش تتخمر تاني بعد ما تتشكل، تاخدش وقت في الفرن. بصوا خطيرة، ان شاء الله تنبسطوا منها وتعجبكم قوي. والوصفة التانية عملنا الشوكولاتة السبريد، برضو وصفة حلوة قوي، عملناها مع بعض حالا في الخلاط. تقدروا بقى تحطوها في برطمان، تحطوها في علبة زي ما انتوا عايزين، في السندوتشات، على الفطار، في العشاء، حاجة حلوة، أي حاجة براحتكم.